قاد هذه القيادة في أول حياته وآخرها، في أول رسالته وبعثته 13 سنة في مكة. إيش فكر؟ وأنت تدرك أنه من مكة في تلك الأيام مسؤوليته ومهمته إنقاذ العالمين ورحمة العالمين، وجالس 13 سنة في مكة والسلا يوضع على ظهره بعد سنين من جهده وبعد سنين من اجتهاده. فهل كان ضعيف؟ هل كان مقصر؟ هل كان ناقص في تفكيره؟ الجهاد أنزل الله فيه وهو في مكة قبل أن يشرع حمل السيف أصلا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. تسمع هذه الآية نزلت على النبي والنبي في مكة، والنبي عمل بها والنبي طبقها، طبقها وهو في مكة. قاتل من؟ ما قاتل أحد. حبس وسط الشعب 3 سنوات، وحبس معه قومه كلهم وقبيلته كلهم حتى المشركون منهم إلا أن يسلموا محمد. وحبسوا وسط الشعب 3 سنوات، أكلوا ورق الشجر. هذا المسلك والخطة بها قام الخير في الشرق والغرب. تريدنا نستبدلها بتجربة من؟ بعقلية من؟ محمد قدامي يا أخي. محمد 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 محمد. تعرف من محمد؟ أيهون علي استبداله بواحد آخر؟ من معك؟ من عندك؟ دعني مع محمد. وهاجر وجاء الجهاد بالسيف، فما نقصت رحمته ولا نقص وفاؤه ولا نقص صبره ولا نقص عفوه ومسامحته صلى الله عليه وسلم. وبعد 5 سنوات من الجهاد بالسيف يجعلون اتفاقية: ارجع من تحت الحرم، لا تدخل وإن كنت محرم، ولا تأتي إلا في العام المقبل، ولا يكون معك إلا السيوف في أغمادها، ولا تجلس في مكة إلا 3 أيام، والحرب موضوع بيننا وبينك، ولكن من جاء منكم إلينا لا نرده، ومن جاء منا إليكم فردوه إلينا. هذه طريقة تفكير عند الكفار لينتصروا. وقبل النبي مقابل وضع الحرب أرجع من تحت مكة وهو محرم. قام يتحلل صلى الله عليه وسلم، يرجع من تحت مكة ومن في مكة ما يساوون ظفره الكريم، وهو أحق بالبيت، وهو أحق بالحرم، وهو أحق بزمزم. صاحب الحق رجع من عند حقه مقابل أن يضع الحرب بين الناس. هذا تفكير النبي. وقفوا الحرب 10 سنين، مقابلها أتحمل أرجع، أنا الأحق وأنا صاحب الحق، البيت يعرفني قبلكم ويشتاق إلي لا إليكم، ولكن أتنازل عن حقي وأرجع. أكان ضعيفا؟ أكان جبانا؟ أكان قليلا قصير النظر في فكره؟ يا رب صلي عليه. وأحمد ذا من محمد ذاك، أحمد ذا من محمد ذاك. أخوه في العراق تولى الإمارة، قال يا أخي اخرج خلي الإمارات، هذه إمارة ما عاد تبني الإنسان اليوم. هذه إمارة كما سمعت في النص في مرحلة ملك عضوض ماشي فيها قيام بناء للإنسان، اخرج منها تعال إلى إمارتي، إمارة العطاء والبذل والتضحية والصبر والتحمل والعلم، إمارة الهجرة في سبيل الله. وخرج ونصح أخاه محمد بن عيسى حتى أخرجهم من الملك وتوجه، مع أن الوقت وقت فتن، ولكن طريقة تفكيره الكبيرة. لو استفزوا ما عمل القرامطة في تلك الأيام وجلس محله، لا نحن اليوم ولا 1100 سنة مر تعالى أنوار سائرة بينهم أدركوا شيء من هذا، ولا كان راح هناك في داهية هو القرامطة، ولا قام شيء من هذا الخير كله، لا هنا ولا في إندونيسيا ولا في أفريقيا ولا في جنوب الهند، لكنه كان على تفكير محمد، على منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
لما حج حتى الحجر الأسود خرجوه من مكانه، لكن رجع. كان الناس يضعون أيديهم على محل الحجر، الحجر مسروق ومأخوذ، ورجع على رغم أنوف من أخرجه إلى الحين الذي يقدره الله تبارك وتعالى له. وما نقص قدر بيت الله أن استحله مجرم أو فاسق أو كسره أو أخذ الحجر منه، ما نقص قدر بيت الله سبحانه وتعالى، ولا يزال في عظمته.